حل اليوم بإليزيا الشيخ محمد بن علي العرابي الخليفة العام لطريقة التيجانية بالعالم لتعزية عائلة المجاهد المرحوم الحاج إبراهيم غومة وسكان ولاية إليزي ومنطقة التاسيلي نجار عموما، مذكرا بخصال الفقيد إبان الثورة التحريرية وبعد الاستقلال. وكما بلغ سكان إليزي تعزية كل من مريدي الطريقة التيجانية بالعالم. بارك بنا ربي ان شاء الله يحسن لكم وجزاكم الله عنا خير، وتلقيتونا بواحد الوجوه النيره، وهذه ان شاء الله يعجلها تعزيتنا احنا اللي جيناكم بها ولحقنا بها على مستوى كل مريدين تيجانيا عبر العالم. اعتبروا باللي تيجانيين كلهم عبر العالم راهم جاوا عزاوكم اليوم في الحاج ابراهيم، ونطلبوا له ان شاء الله الرحمه والمغفره، وربي يلحقنا به مسلمين بجهنم الكريم وكل نفس ذائقة الموت.